مع الجهات التي تحدث عن اتحاد عن تونس بالشغل اساسا. اللي كل اللي قاموا بالاداء اليمين باشروا وعملهم، باشروا وعملهم. فما حقائب عرضت على بعض الاطراف اللي كنا نود ان تلتحق بنا بعد قبولهم واستعدادهم استعدادهم لان ينضموا ومساهمتهم ايضا في اعداد الارضيه اللي على اساسها ستنطلق الحكومه. راوا من مصلحه، راوا انهم معناتها لا غير ممكن، واحنا نحترم رايهم. وذي ايضا نحترم رايهم. وقلنا لهم فقط بالنسبه لنا اليوم مش اشخاص، راه معناتها المواطن ما يحكمش الحكومه على الاشخاص، راه مش الاشخاص. اللي تحكم على السياسات، احكموا على السياسات، احكموا على الاجراءات العمليه التي سيتم تنفيذها. وتعرفوا ان الحكومه ما هي وقتيه، ليست حكومه اللي عندها فتره وبالتالي. فبالتالي وهذوما في الوقت الحاضر فما بالنسبه للاعضاء اللي مع راوا ان ما يلتحقوش، ربما يلتحقوا، ما على كل حال هم مازالوا في بعض المشاورات بيناتهم، وك علاش ما حبيناش نسرعوا في تعويضهم، خلينا ممكن كيف شافوا الاجراءات العمليه، كيف شافوا فصل الدوله على الحزب، كيفاش الاجراءات ايضا لاسترجاع الاملاك التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الاطراف، فما اجراءات عمليه. ربما ينجموا يرجعوا وبالتالي معناتها يرجعوا ويعاونونا. اذا كان ما رجعوش ونحترموا رايهم ولا نريد ما نقولش انهم هذوما ضدنا، لا ابدا، احنا رانا نحب كلنا مع تونس، مش ضد اشخاص، معناتها مش حكومه. اذا كان راجعوا فمرحبا بهم، إذا كان ما راجعوش بغير شك يبدا بعض التشاور. عندهم احترازات، والاحترازات نتاعهم على بعض عناصر موجودين في الحكومة الحالية منتمين للحزب الحاكم، الحزب الحاكم السابق. سيادتك استقلت من الحزب الحاكم، فهناك عدو من الوزارة استقال أيضا من الحزب الحاكم، لكن هناك أعضاء آخرين لم يستقيلوا. إلى أي مش ممكن استقالة جماعية؟ ما كانش ممكن استقالة جماعية؟ اللي معناتها احنا المهمة الحكومة مش تكون على بين الوضوح والضغوطات والاعتبارات اللي خذيناها في بعين الاعتبار، انها تكون حكومة تصريف الشؤون العامة. رانا عندنا كيفاش استحقاقات، عندنا معناتها يلزمنا نرجعوا الاقتصاد، يلزمنا نطمنوا المستثمرين، يلزمنا نوفروا موارد رزق، يلزمنا الناس اللي ظروفهم عيش نتاعهم صعيبه نعاونوهم. فما ناس خسروا، فما ناس تلقاها مغازه صغيره تحرقت، فما حرفي صغير معناتها راس المال نتاعه مشى. يلزم ناس عندهم معناتها كفاءه ومقدره ونظافه اليد اللي خلينا معناتها مش نجم نحركوا من جديد المحرك، محرك تونس الموتور، المحرك نحركوه، مش معناتها ما نخليوش مده طويله، لان الوقت هو معناتها عدو الاستقرار، هو عدو الثقه. اللي ثم الشيء الثاني، يلزمنا ناس ايضا. المهمه الثانيه هي الاصلاحات السياسيه، اصلاحات السياسيه، نقول السياسيه حتى ندخل بلادنا في منعرج يحقق لنا الانتقال الديمقراطي. راه حلم وراه شيء معناتها رانا ربما اول مره في تاريخنا، معناتها منذ ما نعرفش قداش من الف سنه، نقول روحنا نجم نكونوا في موعد مع التاريخ. نقول هذا راه معناتها من واحد اللي معناتها نقولوا هذا باعتبار ان الناس الفريق اللي موجود معناتها. لكن اذا كان معناتها فما استقالات شخصيه، هذه مسؤولياتهم، كما فما استقاله اعتبر واحده، هذه من مسؤوليته يحب يستقيل، يرى ان الظروف ما تسمحلوش مش يواصل استقاله. لكن الحكومه الوقتيه اللي اعضاها معناتها اليوم عاهدوا سبحانه وتعالى بان يخدموا الوطن، ثم اذا كان عندهم اي شيء مؤاخذه فلجنه التحقيق الذي تم احداثها، التحقيق الذي تم احداثه لاستقصاء عمليات الرشوه والفساد، ستقول كلمته وما فما حد فوق القانون. طيب، هناك احزاب سياسيه موجوده لكن غير ممثله في هذه الحكومه، هل هناك
طريقه لامكانيه تمثيلهم، خاصه انهم سيرخص لهم قريبا في المكتب هذا. من تحك عليه ما كل الاطراف السياسيه، كل الاطراف السياسيه او مسؤولين حساسيات قبلتهم، بينتهم شنو هي مهمه الحكومه، بينت لهم شنو هي الرهان اللي نجموا نكسبوه، بينتهم ان اذا كسبنا هذا الرهان رانا سمعتنا في تونس وخارج تونس راها مش تولي مصالحه مع تاريخ تونس البلاد هذه. الحكومه مفتوح لهؤلاء. اي نعم، احنا لا استمحني، احنا قبلتهم وبينت لهم وقلت لهم ان ما دام حكومه وقتيه يلزمها تكون عدد محدود مش نجموا نشتغل، وهما مرحبا بهم ما انت قبلوا بان يكون في اللجان التي تم احداثها ودورها لعله اهم العمل الحكومه، لان الاصلاحات سيتم اعدادها من قبل وهذه حيث قطيعه مع الماضي، ليست عمل اداري وعمل معناتها بيروقراطي وجماعه فنيين يقوموا باعداد بعض القوانين و تم عرضها. قلنا لجنة عليا للإصلاح السياسي، لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق بالنسبة للتجاوزات اللي وقعت واللي معناتها انجرى عنها ضحايا، واللي وفي الحقيقة وقت واحد يتذكرك الضحايا وفنهم صغار صغار صغار. أستاذ أستاذ تعليم عالي مؤلم فعلا معناتها كيف يمكن حكومة تفكر في تعويض هؤلاء الضحايا، تعويض العائلات على الأقل. نعم، وهذه من 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 النقاط اللي شفناها في مجلس الوزراء أمس، سيتم تقديم تعويض بالنسبة للضحايا وعائلاتهم لأنهم قدموا خدمة لا تقاس، ضحاو وخلاو مكن من تحقيق هذه الثورة اللي مكنتنا من أن نقلنا المركب 180 درجة، والطريق إن شاء الله ما يكون إلا الطريق اللي يوصلنا إلى شاطئ النجاة. اسمح لي سؤال ربما محرج شوية من نسيج. تفضل. الناس اللي في الحكومة الكل وخاصة اللي كانوا في الحزب الحاكم مقتنعين بالكلام اللي انت قلته تو بالضبط، نفس الاحساس. والله انا اللي نقول لك، ما نقول لك اسمع، ما القاعده هذيك اللي جبتك البرنامج بالنسبه كان محل تشاور مع كل الاعضاء كلهم وكلهم مقتنعين، والبارح معناتها يا ليت كان، والله معناتها يا ليت كان التلفزه تبعت الحديث اللي وقع في مجلس الوزراء، معناتها واللي حضروا فيه الوزراء وكتاب الدولة، واللي أعطت عليه الكلمة كل ما طلب الكلمة من وزراء وكتاب دولة، مش فقط وزراء وكتاب دولة، كان معناتها حوار حر، حوار صريح، حوار متناقض أيضا، فما لا كونتراديكسيون متناقض، لأن الحقيقة ما فماش واحد يكسب عنده حقيقة، ما فماش واحد عنده حقيقة، والشيء اللي معناتها اللي عملنا خرجنا أربع ساعات تقريبا، خرجنا خاطر كان امس مش نتكلم بعد الاربع ساعات ما كان مش بالامكان باعتبار الظروف اللي نمر بها، اربع ساعات اجراءات اللي خذيناها ربما ما خذيناهاش اكثر من عام، فمش مقارنه بالمجالس